لكم في قناة إيميوم. لو دي أول مرة تشوفوني فأنا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة مع بعض هنعمل البرياني الهندي باللحمة. هي أكلة سهلة مفيهاش تعقيد وهنعملها مع بعض خطوة خطوة. تجيب حلة كبيرة وأحط فيها كمية وفيرة كده من الزيت، هحط فيها بصل أحمر متقطع شرايح رفيعة وابتدي إن أنا أحمره في الزيت زي بالظبط البصل بتاع الكشري المصري. هنحمره لغاية ما يوصل لنفس درجة اللون اللي هي بتبقى لونها بيبقى لونه بني غامق، بس طبعا ما نوصلوش لدرجة انه يتحرق عشان طعمه هيبقى وحش، يعني هو بس مجرد انه ياخد اللون البني خلاص هنكتفي لحد المرحلة دي. هفضل اقلبه علشان ما يبقاش فيه جزء اغماء اكتر من جزء، او ممكن جزء يتحرق وجزء يفضل لسه ما اتحمرش، فنفضل نقلبه كده باستمرار لغاية ما كله ياخد لون واحد. بعد ما يوصل للدرجة اللي احنا عايزينها هناخد نص الكمية دي نطلعها على جنب على ورق مطبخ، والنص التاني هسيبه في الحلة وهكمل عليه. عندي كيلو الا ربع او كيلو من اللحمة يكون متقطع مكعبات كبيرة. ومجرد ما اللحمة من تحت تاخد اللون البني الفاتح ده هبتدي اقلبها على الناحية التانية عشان تاخد معايا نفس اللون. هحط عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من جنزبيل الفريش مفروم، هغطي الحلة واسيب اللحمة والحاجات اللي حطيتها معاها تغلي لمدة 5 دقايق. بعدين هضيف لها طماطمتين متقطعين قطع قطع كبيرة، ومية مغلية كمية كويسة بحيث ان هي تغطي اللحمة. لو ناخد بالنا لغاية دلوقتي انا مضفتش اي توابل ومضفتش الملح لسه ولا اي حاجة. هغطي الحلة بس مش هقفلها للاخر، هسيب في جزء كده متهوي علشان ما تعملش اللحمة ما تعملش ريم في الشوربة، وهسيبها تغلي ساعة بس. هفضل ابص عليها من وقت للتاني بحيث لو المية قلت ازود لها مية مغلية تاني. وابتدي اجهز الرز البسمتي. هجيب حلة واحط فيها كوباية ونص من الرز البسمتي، اكون غسلاه بس كويس جدا لكن مش هنقعه ولا حاجة. بعدين احط عليه شوية زيت، احط له ملح، ورق لورا، قرنفل حصى،
وحبهان حصى ونص عود من القرفة. هقلب الرز على نار هادية كده لمدة 5 دقايق بس لغاية ما احس ان كل الرزاية اتغلفت بالزيت. بعدين احط عليه 3 كوبايات من المية المغلية. هغطيه على نار واسيبه على نار متوسطة لغاية ما المية تتشرب كلها. هوطي عليه النار خالص واسيبه لغاية ما يستوي. هنا اللحمة بعد ما عدى عليها ساعة. هنا دلوقتي بقى هضيف لها التوابل والملح. حط ملح وشوية شطة. طبعا الاكل الهندي احنا عارفين ان هو بيبقى حامي. احط عليها كركم وحبهان بودرة وجوز الطيب مطحون وفلفل اسود حصى. وحبهان حصى وقرنفل حصى وورق لورا وعود قرفة. نص كوباية زبادي. نص كوباية زبادي يعني علبة زبادي. ثلاث معالق كبار من عصير الليمون. وهحط عليها كزبرة خضراء متقطعة قطع متوسطة. اصل الوصفه بيضيفوا ينسون نجمه، فاللي حابب يزوده كمان يكون افضل. هسيبها تغلي على النار لغايه ما الميه تتبخر والصوص بتاعها يتقل شويه. هاخد خليط اللحمه في بولة جانبية وفي نفس الحلة دي هحط الرز البسمتي بعد ما استوى. هحط طبقة من الرز وبعدين هحط فوقها طبقة من اللحمة والخليط اللي معاها وبعدين طبقة تانية من الرز وطبقة من اللحمة بالتبادل طبقة وطبقة. طبعا احنا عندنا اللحمه في كميه زيت زياده في خليط اللحمه اللي احنا حضرناه، فاحنا نحاول واحنا بناخد كده ما ناخدش كتير من الزيت علشان في الاخر نتخلص من الزيت الزياده ده. ده الزيت الزيادة بقى نتخلص منه مش عايزينه. هحطيه واسيبه على نار هادية لمدة 5 دقايق وبعدين هقدمه وهزينه بكزبرة خضراء وفلفل حامي وباقي البصل اللي احنا حمرناه شلناه على جنب نستخدمه برضو كده في التزيين على الوش.
هستنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.